اي يعني احنا اليوم يعني الرجال يعني ما نقدر نخلي العبء كله عليه، اكيد هو موظف اكيد منتسب، فلازم يعني المرأة تساعده بهواي امور، يعني تطلع تقضي شغلاتها تودي اطفالها ترجع دوام، فهذا الشيء كل شيء يساعد النساء. وبالعكس انا اذا اشوف الرجال يعني هواي حابين الموضوع انه نسائهم تتعلم السياقة. بالتأكيد حتى تحمل شوية ويا من العبء والمسؤوليات، يعني أكيد موضوع المخدر راح يصير عليها، توصيل الأطفال المدرسة راح يصير عليها، مشاويرها الخاصة رايحة جاية، كل هذا يقول لك أحسن ما كل شوية تخابرني خلي تتعلم. طيب حوراء، بالنسبة لتعليم القيادة تعلمين بس النساء أو تعلمين رجال أيضا؟ وهل هناك فرق بطريقة التعليم بين المرأة والرجل؟ باعي والله أني يعني بديت مشروعي فقط كادر نسائي، تمام؟ وأكيد أكو فارق، تعرفين شلون؟ لأن إحنا النساء يعني أكو طرق هواية خاصة أقدر أوصل بها الفكرة للبنية، يعني يمكن هسه لو رجال يشوف مساطر يقول لها شنو خالتهم، بس أني أوصل لها المستوى اللي هي بيه، نعم. تعرفين شلون؟ لأن لازم أبسط لها الأمور حتى ما تشوف الموضوع صعب عليها.